مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، لكن أكثر حرارة في المنطقة الشرقية والوسطى وأيضا بعض الغربية وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة. أيضا تهب الرياح وتكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. وفي المنطقة الجنوبية الغربية وبعض الغربية هناك تظهر السحب الركامية والركام المزني، وتتهيأ الفرصة تدريجيا خاصة في فترة الظهيرة والظهر وما بعد الظهر والمساء لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، قد تمتد لتصل إلى حول منطقة مكة وأيضا منطقة الطائف، وتسقط زخات رعدية من المطر تكون أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. مشاهدينا، إذن أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، نتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة.